الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثالث الإعدادي، ازيك شباب؟ هناخد النهاردة الاحتمالات. أول درس معانا العمليات على الأحداث. درسنا قبل كده زمان التجربة العشوائية، تجربة يمكن معرفة جميع نتائجها الممكنة قبل إجراؤها، ولكن لا يمكن تحديد الناتج الذي سيحدث فعلا إلا بعد إجراؤها، زي تجربة إلقاء حجر النرد اللي هي ظهر الطاولة، أو تجربة إلقاء العملة المعدنية، أو تجربة المباراة يعني ماتش كورة مثلا. يا أولاد مش عارفين النواتج بتاعته، يا إما هيكون الماتش عندي نتيجته تعادل، أو فريق يكسب فريق، أو يعني يا إما أكسب يا إما خسارة، ماشي؟ دي اسمها تجارب عشوائية. فضاء العينة هو مجموعة كل النواتج الممكنة لتجربة عشوائية، زي مثلا حجر نرد الأرقام الممكنة فيه بتبقى من 1 لـ6، العملة المعدنية بتكون فيها يا إما صورة أو كتابة، فضاء العينة، تمام؟ طيب بالنسبة للحدث، الحدث مجموعة جزئية من فضاء العينة، ده رمز بنرمزه يعني. احتمال وقوع حدث ما بيساوي عدد عناصر الحدث على عدد عناصر فضاء العينة. شوف التمرين مع بعض. إذا كان ألف وباء حدثين من فضاء العينة تجربة عشوائية، وكان احتمال ألف بيساوي 8 من 10، واحتمال باء 7 من 10، واحتمال التقاطع 6 من 10، فوجد احتمال وقوع الحدث ألف أو باء، أو دي معناها الاتحاد. ولو قال لي ألف وباء معا دي معناها التقاطع. دي صفحة 135 يا ولاد من الكتاب المعاصر. هنا عشان أجيب احتمال وقوع الحدثين ألف أو باء، اللي احتمال ألف اتحاد باء، أقول له احتمال ألف زائد احتمال باء ناقص احتمال التقاطع، يعني أقول له 8 من 10 زائد 7 من 10 ناقص 6 من 10 هيديني الناتج 9 من 10. صفحة 131 بيقول لي في تجربة سحب بطاقة عشوائية من 9 بطاقات متماثلة ومرقمة بالأرقام من 1 لـ9. إذا كان ألف هو حدث البطاقة المسحوبة التي تحمل عددا زوجيا، وباء هو حدث البطاقة المسحوبة التي تحمل عدد أقل من 7، فوجد احتمال وقوع الحدث ألف وباء معا. معا دي معناها تقاطع، يعني عايز ألف تقاطع باء. أنت عندك الألف اللي هو حدث ظهور عدد زوجي اللي هو 2 ولا 4 و6 و8، وعندك فضاء العينة من 1 لـ9، وعندك الباء احتمال الحصول على عدد أقل من 7 يعني من 1 لـ6. هنجيب التقاطع بين ألف وباء، اديني 2 و4 و6، وبالتالي احتمال ألف تقاطع باء، تقاطع يا ولاد زي ما هو العناصر المشتركة بين ألف وباء، خد بالك يعني الأرقام الموجودة جوه ألف وباء في نفس الوقت اللي هي 2 و4 و6، عددهم 3 على عدد عناصر العينة اللي هم 9، يبقى 3 على 9 اللي هي تلت، يبقى الناتج بتاعنا 1 على 3. تاخد تفرق بقى بين كلمة معا وكلمة أو، ووا ومعا. كلمة ودي ومعا دي معناها تقاطع، لكن أو دي معناها اتحاد. شوف تمارين رقم 9 صفحة 136، واللي اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. احتمال الحدث المستحيل، الحدث المستحيل بيساوي 0. احتمال الحدث المؤكد بيساوي 1. إذا كان ألف وباء حدثين متلافيين يعني متباعدين، فبالتالي احتمال التقاطع بينهم بيساوي 0. ولو كان طلب منك ألف تقاطع به تقول له فاي. رقم 4، إذا كان ألف وباء حدثين متنافيين من فضاء عينة، فاحتمال ألف اتحاد به بيساوي احتمال ألف زائد احتمال به. طبعا يا ولاد لأن التقاطع مش موجود، التقاطع بصفر، هو بصفة عامة عشان تجيب احتمال ألف اتحاد به بتقول احتمال ألف زائد احتمال به ناقص التقاطع، والتقاطع مش موجود عندك أصلا، فيبقى احتمال ألف زائد احتمال به بس. رقم 5، إذا كان ألف وب حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية، وكان الألف جزء من باء يعني الألف جوه الباء، فيبقى التقاطع هيديك الألف، لأن الألف جزء من باء يبقى المشترك بينهم بيديني المجموع ألف. الرسمة هي على الشمال يا ولاد، أدي الألف جوه الباء، فالتقاطع بينهم هيديني المجموعة المشتركة اللي هي ألف. خلاص يبقى ناخد ألف احتمال ألف. هنا بقول لي رقم 6، إذا كان ألف جزء من باء يعني ألف جوه الباء، فبالتالي احتمال ألف اتحاد باء تساوي احتمال باء، لأن هي جواها الألف جوه الب، فالاتحاد هيديك المجموعة الكبيرة اللي هي ب. ولو كان طلب مني يا ولاد احتمال ألف فرق ب، أقول له بصفر، لأن الألف جوه ب فمفيش عناصر موجودة في ألف ومش موجودة في ب، فاحتمال ألف فرق ب بصفر. ده لو كان طلبه مني. موجودة هي على الشمال 3 أسئلة دول، تيجي منهم واحدة في الامتحان، خدوا بالكم منهم. يبقى لو طلب احتمال ألف تقاطع ب، باخد الألف احتمال ألف، احتمال ألف اتحاد ب ده احتمال ب، احتمال ألف فرق ب اللي هي احتمال فاي بيساوي 0.
رقم 7، إذا أوقيت قطعة نقود منتظم مرة واحدة فإن احتمال ظهور صورة أو كتابة بيساوي 100%، لأنه ده مؤكد. من المؤكد إن إحنا لما نرمي قطعة النقود أو نلقيها هيظهر لي صورة أو كتابة. رقم 8، سحبت بطاقة عشوائية من 20 بطاقة متماثلة مرقمة من 1 إلى 20 فإن احتمال أن يكون الرقم المسحوب مضاعفا للعدد 7. هتجيب هنا مضاعفات العدد 7 اللي هي 7 وال14، يعني الرقمين دول موجودين مرتين. من كم مرة يا ولاد؟ من 20 مرة، يبقى 2 على 20 اللي هي 1/10 هتتحول هتبقى 10%، يبقى الناتج بتاعنا يبقى 10% اللي هي الإجابة رقم ألف. السؤال اللي بعده، إذا أوقع حجر النهاردة منتظم مرة واحدة فإن احتمال ظهور عدد زوجي وظهور عدد فردي معا ده مستحيل يا ولاد، احتماله بصفر. مستحيل ترمي قطع النقود وديك عدد زوجي وفردي مع بعض، فده حدث مستحيل، فاهمين؟ يبقى الناتج بتاعه بإيه؟ بصفر. السؤال رقم 10، إذا ألقي حجر نرد منتظم مرة واحدة إذا كان ألف هو حدث ظهور عدد أولي وباء هو حدث ظهور عدد فردي فإن احتمال ألف تقاطع باء، أنت عندك الأعداد الأولي اللي هو الاتنين والتلاتة والخمسة، وباء عدد فردي اللي هي الواحد والتلاتة والخمسة. طيب ألف تقاطع به المشترك بينهم اللي هو التلاتة والخمسة، يبقى احتمال ألف تقاطع به يعني العدد اللي هيكون فردي وأولي في نفس الوقت اللي هو التلاتة والخمسة، موجود كم مرة؟ مرتين من 6 مرات، يبقى تلت، يبقى الإجابة بتاعتنا التلت. ناخد به رقم 11، إذا ألقي حجر نرد منتظم مرة واحدة إذا كان ألف هو حدث ظهور عدد فردي والحدث باء هو ظهور عدد أقل من 5 فإن احتمال وقوع أحدهما على الأقل. على الأقل دي يا ولاد معناها الاتحاد، يعني احتمال ألف اتحاد به. طيب على الأكثر، لما أقول احتمال وقوع أحدهما على الأكثر ليها مكملة التقاطع، مكملة التقاطع يعني تجيب التقاطع عادي وبعدين تجيب إيه الفرق بينها وبين الواحد، تطرحها من واحد يعني. دي لو قال لك احتمال وقوع أحدهما على الأكثر، لكن على الأقل اللي بيجيب ألف اتحاد باء عادي خالص. يبقى أنت هتجيب ألف الأول اللي هو العدد الفردي وبعدين تجيب باء العدد الأقل من 5 وتعمل اتحاد، والاتحاد خد بالك ما بنكررش العناصر المشتركة. يبقى العدد الفردي هيبقى الاتنين، العدد الفردي للواحد والتلاتة والخمسة، والعدد التاني اللي هو به بقى العدد الأقل من 5 اللي هي الواحد والاتنين وكمان التلاتة والأربعة، دي الأعداد الأقل من 5. هنعدهم أو نجيب الاتحاد، يبقى 1 2 3 4 5، يعني 5 أرقام من 6 أرقام، فيبقى الناتج 5 على 6 اللي هي رقم دال. ماشي، شوف السؤال اللي بعده رقم 2، إذا كان ألف وباء حدثين من فضاء العينة لتجربة عشوائية فأكمل ما يأتي. رقم 2، 1، احتمال ألف 3 من 10، احتمال ب 6 من 10، احتمال ألف تقاطع ب 2 من 10. احنا عايزين الاتحاد، الحل الأولاد جنبها على طول. عشان نجيب الاتحاد بجمع احتمال ألف زائد احتمال ب ناقص احتمال التقاطع زي ما احنا شايفين، يبقى هنجمع 3 من 10 زائد 6 من 10 ناقص 2 من 10 يديني 7 من 10. رقم 2 اللي جنبها، احتمال ألف 55%، واحتمال الباء كان 3 على 10، واحتمال التقاطع عايزينه، وجبد الاتحاد 13 على 20. انت عندك احتمال ألف تقاطع ب اللي هي احتمال الأول زائد احتمال التاني ناقص احتمال الاتحاد. احتمال الأول اللي هو ألف 55%، والب كانت 3 من 10، والاتحاد كان 65%، يبقى نجمع 55% زائد 3 من 10 زائد 65% يا ولاد اللي هي كانت 13 على 20، هيطلع الناتج 2 من 10. السؤال اللي بعده، احتمال ألف عايزين نجيبه، عندك احتمال ب بربع واحتمال ألف تقاطع ب بصفر، احتمال ألف اتحاد ب 9 من 10. هنكتب القانون ونعوض فيه، اللي هو احتمال ألف اتحاد ب بيساوي احتمال ألف زائد احتمال ب ناقص احتمال التقاطع. احتمال الاتحاد كان جايبه 9 من 10، يبقى 9 من 10 بتساوي احتمال ألف زائد احتمال ب اللي هو 25% ناقص التقاطع اللي هو بصفر، هنودي 25% بعكس الإشارة، فيبقى احتمال ألف 9 من 10 ناقص 25% 65%. وصلنا مع بعض للسؤال التالت،
يقول لي إذا كان ألف وباء حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية أجب عن ما يأتي. رقم واحد، أوجد احتمال ألف اتحاد باء. هنا عشان نجيب ألف اتحاد باء بنكتب القانون اللي هو احتمال ألف زائد احتمال باء ناقص التقاطع. نفس الكلام رقم اتنين، هنبدأ نحل من أول رقم اتنين يا ولاد. هنا عايز أجيب احتمال ألف تقاطع ب، بجيب احتمال ألف زائد احتمال ب ناقص الاتحاد. عادي، وبتعملها بالآلة وتطلع الناتج، أو تعملها بإيديك. تلات أتمان زائد نص ناقص خمس أتمان، هتوحد مقاماتك يطلع الناتج في الآخر بإيه؟ بربع. يعني هنا تلات أتمان، النص هنخليها أربعة على تمانية، والخمس أتمان زي ما هي، يبقى تلاتة وأربعة سبعة، سبعة ناقص خمسة باتنين، يبقى اتنين على تمانية ده ربع. رقم تلاتة، احتمال ألف بيساوي نص واحتمال ب بتلت. أوجد احتمال ألف اتحاد ب في كل مما يأتي إذا كان احتمال التقاطع بتمن وألف وب حدثين متنافيين. متنافيين دولت معناهم إن احتمال التقاطع بصفر. تعال نجيب الحالة الأولى، لما يقول لي احتمال التقاطع بتمن، يبقى أنت هتجيب احتمال ألف زائد احتمال ب ناقص التقاطع، فيطلع نص زائد تلت ناقص تمن، هيديك 17/24. لما يبقى متنافيين بقى، يبقى أنت عندك احتمال الاتحاد ده بيساوي احتمال ألف زائد احتمال ب بس، إن التقاطع معدوم مش موجود، بصفر. احتمال التقاطع بصفر لأنهم متنافيين حدثين متباعدين يعني، فمفيش بينهم تقاطع. فبالتالي هنجمع نص زائد التلت يديني 5 أسداس. في السؤال رقم أربعة، إذا كان ألف وباء حدثين من فضاء عينة تجربة عشوائية، وكان احتمال ب بيساوي 1/12، واحتمال ألف اتحاد ب بيساوي 1/3، أوجد احتمال ألف إذا كان ألف وباء حدثين متنافيين، وإذا كان باء جزئية من ألف. طالما حدثين متنافيين، يبقى احتمال الاتحاد بيساوي احتمال ألف زائد احتمال ب. هتعوض مكان ألف اتحاد ب بتلت، واحتمال ألف 1/12، يبقى احتمال ب بيساوي 1/3 ناقص 1/12، هيديني الناتج ربع. رقم اتنين، لو كانت ب جزئية من ألف يعني ب جوه الألف، فاحتمال الاتحاد هيعبر عن احتمال ألف يعني هيساوي تلت. خد بالك، طالما ب جوه ألف يبقى احتمال الاتحاد بيديك ألف، واحتمال التقاطع بيديك ب، سواء ب سواء احتمال ب يعني، فبالتالي الناتج يبقى بتلت. رقم ستة، إذا كان ألف وباء حدثين من فضاء عينة تجربة عشوائية، وكان الألف جزئية من ب، أوجد وعندي احتمال ألف تقاطع ب ب50، واحتمال ألف اتحاد ب ب4/5، فأوجد احتمال ألف. خد بالك، طالما ألف جزء من ب يعني ألف جوه ب، فبالتالي الاتحاد هيديك ب والتقاطع هيديك ألف، فيبقى احتمال ألف تقاطع ب هي احتمال ألف بيساوي 50، يعني احتمال ألف ب50، واحتمال ألف اتحاد ب اللي هي بتديني احتمال ال ب بيساوي 4/5. ماشي، نشوف السؤال اللي بعده. نشوف رقم سبعة، إذا كان ألف وباء حدثين من فضاء عينة تجربة عشوائية، واحتمال الألف 5/10، واحتمال الاتحاد كان 8/10، واحتمال ب بيساوي 2 س، فأوجد قيمة س إذا كانت ألف جزء من ب، واحتمال التقاطع بين ألف وب بيساوي 1/10. الحالة الأولى، لما يبقى ألف جزئية من ب يا ولاد، معناها الألف جوه ال ب، يعني احتمال ال ب هيساوي احتمال ألف اتحاد ب، فاهمين؟ فيبقى احتمال الباء اللي عندي ده يعبر عن الاتحاد، والاتحاد عندك 8/10، يبقى 8/10/2 هيديني 4/10. الحالة التانية، لما يجيب لي التقاطع 1/10، يبقى اكتب القانون اللي هو احتمال ألف اتحاد ب يساوي احتمال ألف زائد احتمال ب ناقص احتمال ألف تقاطع ب. ماشي، عندي الألف اتحاد ب 8/10، هنعوض بقى، والألف 5/10، واحتمال ب ب2 س، واحتمال ألف تقاطع ب 1/10، يبقى هنا 5/10 ناقص 1/10 4/10. هنطرح 8/10 ناقص 4/10 يديك 4/10 بتساوي 2 س، نقسم على 2 يبقى س بتساوي 2/10. السؤال رقم 9، في صفحة 138 من كتاب المعاصر. رقم 9 بيقول لي الشكل المقابل استخدام شكل فين، أوجد ما يأتي احتمال ألف تقاطع ب. أنت عندك الألف تقاطع ب يعني تعداد العناصر المشتركة بينهم، مفيش غير رقم وحيد اللي هو الاتنين، يبقى الاحتمال بيساوي 1/7. محدش يكتب بقى 2/7، لا، انت بتعد الأرقام اللي بتجيبها العدد الكلي، هما كلهم 7 أرقام، 1 2 3 4 5 6 7، يبقى عندك 1/7. رقم اتنين، احتمال ألف اتحاد ب، الاتحاد كل الأرقام موجودة اللي هي 7/7 بيساوي 1. رقم تلاتة، ألف تقاطع جيم اللي هي جيم يعني 4 و8، يعني عنصرين من السبعة، 2 من 7. رقم أربعة، احتمال ألف اتحاد جيم هيبقى كله
الألف والجيم اللي هما الأربعة والتمانية والستة والاتنين، يعني أربعة على السبعة. رقم خمسة احتمال ب تقاطع جيم، الب والجيم تقاطع بينهم بفاي، مفيش حاجة موجودة، فيبقى احتمال تقاطع بصفر، رقم خمسة بصفر. رقم ستة احتمال ب اتحاد جيم، ب اتحاد جيم يعني ب وجيم هنضيفهم على بعض، الب جواها أربع أرقام والجيم رقمين، فيبقى ستة على سبعة. رقم السؤال سبعة آخر واحد، احتمال ألف زائد احتمال ب ناقص احتمال التقاطع، الألف احتمالها كان بأربعة على سبعة، واحتمال الب أربعة على سبعة، واحتمال الجيم احتمال التقاطع بين ألف وب يبقى واحد على سبعة، فيبقى أربع أسباع زائد أربع أسباع ناقص سبعة تبقى سبع أسباع اللي هي بتساوي واحد. نشوف المسألة بعدها رقم 10، بيقول لي فضاء عين تجربة عشوائية جميع نواتجها متساوية الإمكانات، وكان ألف وباء حدثين من فاء، فإذا كان عدد النواتج التي تؤدي إلى وقوع الحدث ألف بيساوي 13 وعدد جميع النواتج الممكنة للتجربة العشوائية 24، ده معناه يا ولاد إن احتمال ألف بيساوي 13 على 24، هي عدد النواتج التي نحصل عليها عند كل النواتج. وعندك احتمال ألف اتحاد ب 5 على 6 واحتمال ب 5 على 12، يبقى احتمال وقوع الحدث ألف بيساوي زي ما قلنا 13 على 24. رقم ب بيقول لي احتمال وقوع الحدث ألف وباء معا، معا دي معناها التقاطع، يعني نجيب ألف احتمال ب تقاطع، يبقى احتمال ألف التقاطع ب هي بيساوي احتمال ألف زائد احتمال ب ناقص احتمال الاتحاد، يعني 13 على 24 زائد 5 على 12 ناقص 5 على 6 هيديني الناتج 8. ماشي. السؤال اللي بعده رقم 11، بيقول لي صندوق يحتوي على 12 كرة متماثلة منها 5 زرقاء و4 حمراء وباقي الكرات بيضاء، سحبت كرة واحدة عشوائية من الصندوق، أوجد احتمال أن تكون الكرة المسحوبة زرقاء وليست حمراء وزرقاء أو حمراء. هنا أما تكون زرقاء نجيب عدد الكرات الزرقاء على العدد الكلي للكرات، الزرقاء عندك كان عددهم 5 والعدد الكلي كان 12 فتبقى 5 على 12. هنا ليست حمراء بتساوي 1 ناقص احتمال أن تكون حمراء، يعني 1 ناقص الحمراء كانت 4 من 12، يبقى 1 ناقص 4 على 12 اللي هي 8 على 12 يبقى 2/3. رقم 3 زرقاء أو حمراء، الزرقاء كانت 5 والحمراء كانت 4، يبقى 5 و4 9، يعني 9 على 12 اللي هي 3/4. شوف السؤال اللي بعده، شوف السؤال رقم 14، مجموعة بطاقات متماثلة مرقمة من 1 إلى 8 بدون تكرار خلطت جيدا، فإذا سحبت بطاقة واحدة عشوائيا اكتب فضاء العينة، عند فضاء العينة يبقى من 1 لـ8. ألف حدث أن تحمل البطاقة على الزوجي، يعني الألف 2 و4 و6 و8، باء حدث أن تحمل البطاقة المسحوبة عدد أولي اللي هو الـ2 والـ3 والـ5 والـ7، جيم حدث أن تحمل بطاقة عدد أكبر قسمة على 4 اللي هي مضاعفات الـ4 يبقى 4 و8. ارسم شكل فين، هنعمل هنا فضاء العينة في، وهنا المجموعة ألف وهنا المجموعة ب، نلاحظ إن الجيم مجموعة جزئية من الألف، يبقى الجيم نكتب ارسمها جوه الألف. التقاطع بين الب والألف 2، والتقاطع بين الجيم والألف 4 و8. لاحظ إن الجيم جزئية من الألف، لو عايز احتمال وقوع الحدثين ألف وباء معا، يعني احتمال وقوع ألف تقاطع به، يعني يا ولاد يعني التقاطع بينهم اللي هو الاتنين موجودة مرة واحدة من 8 مرات. اللي بعدها احتمال وقوع الحدث ب أو جيم على الأقل، ب دهيت وجيم على الأقل ديت معناها الاتحاد، يعني انت هتجيب ب اتحاد جيم وبعدين تعد العناصر وتقسمها على العدد الكلي، يبقى كلمة على الأقل دي معناها الاتحاد، يبقى الاتحاد بين ال ب أو الجيم ب أهو 3 و2 و5 و7 و4 و8، يعني 6 أرقام من 8 أرقام مديني 3/4. إن شاء الله هنكمل في جزء تاني بقية المسائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.